لو جينا أخذنا معادلة من معادلات ماكسويل، المعادلة الأولى كانت كالتالي: d dot ds integration around the closed surface equal rho v dv integration over volume. طبعا هاي المعادلة تحويلها من time إلى frequency أو بالعكس راح تكون بسيطة لأنه ما فيها مشتقة بالنسبة للزمن أو ما فيها تكامل بالنسبة للزمن. طيب راح نحول هاي بالتفصيل عشان later on نختصر تحويل الثلاث معادلات المتبقية لماكسويل. دي المقصود فيها هون دي function of على أساس أنها cartesian x y z and t dot ds integration around the closed surface equal rho v function of x y z and t dv integration over volume. حكينا من بداية شابتر 9 ال d والرو v بطلوا function of space only، صاروا function of space and time. معناته هاي d it is instantaneous form لأنه فيها t، وهاي الرو v كمان instantaneous form. طيب بعدين شو بنسوي؟ بنعمل كالتالي: تكامل على s d x y z and t ال d بالtime domain. كيف كتبنا قبل قليل إنه ال i of t equal الريال ل i phasor exponential j omega t. فبنفس هاي الطريقة بدنا نسوي هلا هون محل d x y z and t بدنا نكتب محلها هلا الريال ل d phasor. ال d phasor طبعا function of space only x y z، وهيك فصلنا حد التايم لبرا. هذا الحلو في موضوع الهارمونيك، هارمونيك يعني بيريودك، يعني نقدر نستخلص الديبندنسي على التايم بفاكتور منفصل اسمه اكسبوننشال جي اوميجا تي فقط اذا كان ساينوسويدال، ومواضيعنا في هاي المادة اون كلها ساينوسويدال. طيب دوت دي اس ايكوال الطرف الثاني نفس الشيء الريال لرو في فيزر اللي هي فانكشن اوف اكس واي اند زي في اكسبوننشال جي اوميجا تي dv integration over volume. بعدين تقدر تشطب هلا exponential j omega t من هاي المعادلة مع exponential j omega t، بتقدر تشطب الريال مع الريال وبتصير معك المعادلة d phasor اللي هي function of x y z dot ds integration over s، صارت rho v phasor dv integration over volume. هلا للوهلة الأولى ممكن تحكي ما في فرق بين هاي المعادلة وبين هاي المعادلة، الفرق انه الاولى بالتايم دومين الثاني بالفريكونسي دومين، والدليل وضعنا لكلمه اس بالسبسكريبت لانه اس تدل على فيزر. فتحويلنا للمعادله الاولى ما فيها مشاكل لانه ما فيها مشتقه. نفس الشيء تحويل المعادله الرابعه ب اللي فانكشن اوف اكس واي زد ان تي دوت دي اس انتجريشن اراوند كلوز سيرفيس equal zero. هاي بتقدر تسويها انها bs function of x y z exponential j omega t dot ds integration around the closed surface equal zero. واذا قسمت الطرفين على exponential j omega t والزيرو على exponential j omega t فبترجع المعادلة bs dot ds integration around the closed surface equal zero. طيب هاي المعادلة، هاي معادلة ماكسويل الاولى، هاي معادلة ماكسويل الرابعة، وهاي المعادلات بنسميها ماكسويلز فورث إيكويشن إن فيزر فورم. لاحظ صرنا خلال هاي المادة صرنا كاتبين معادلات ماكسويل بثلاث أشكال: كتبنا ماكسويلز إيكويشن إن ستاتيك فورم، ماكسويلز إيكويشن إن تايم فارينج فيلدز، وماكسويلز إيكويشن إن فيزر فورم. الأولى ماكسويلز إيكويشن في حالة الاستاتيك تستخدمها من شابتر 4 إلى شابتر 8 إذا كان السورس عبارة عن دي سي، وماكسويلز إيكويشن بالتايم فارينج فيلد وبالفيزر فورم تستخدمهم في شابتر 9 أب تو يو إذا بدك تحل إيذر بالتايم دومين أو بالفريكونسي دومين. نيجي نشوف هلا معادلة ماكسويل الثانية اللي بتحكي إنه E دوت دي ال انتجريشن أراوند كلوزد باث إيكوال minus d by dt ل b dot ds integration over s أو تساوي minus partial b by partial t dot ds integration over s. طيب هاي النوع من معادلات ماكسويل فيها مشكلة لأنه في عنا التام دومين
فيها مشتقة اللي هي دي باي دي تي. فكيف بصير عملية التحويل كالتالي: ال e اللي هون طبعا e function of x y z and t، هاي ال e اللي هون هي في e function of x y z and t، وهاي ال b function of x y z and t. بتصير كالتالي: نعمل هون real e phasor اللي هي function of x y z only exponential j omega t dot dl integration around the closed path equal to minus partial by partial t ل b phasor exponential j omega t dot ds minus. طيب هون نكتب الريال، اوكي، ماينس ريال لهذا المقدار كلياته انتجريشن اوفر سيرفيس. طيب بعدين ما تتسرع تشطب اكسبونشال جي اوميجا تي مع اكسبونشال جي اوميجا تي، لانه هون في عندك الدي باي دي تي، فبدك تخلص من المشتقه اول، فالحد اللي قبل يساوي يبقى كما هو كالتالي. يعني بصير عندنا هون انتجريشن اوفر ال لريال اي فيزر اكسبونشال جي اوميجا تي دوت دي ال ايكوال هلا الطرف الثاني ماينس البي فيزر، ما بتشتقهاش بالنسبه للزمن، لان بي فيزر فانكشن اوف اكس واي زد، مشتقتها بالنسبه للزمن كونستنت، بتضلها بي فيزر. انت فعليا راح تشتق الاكسبوننشال جي اوميجا تي، وها مشتقتها زي ما حكينا اللي هي جي اوميجا في اكسبوننشال جي اوميجا تي دوت دي اس. طبعا هذا الحد كلياته مضروب في الريال بارت. هلا بتقدر تشطب اكسبوننشال مع اكسبوننشال وريال مع ريال، وبتصير معك المعادله اي فيزر دوت دي ال انتجريشن اراوند كلوزد باث ايكوال ماينس جي اوميجا برا التكامل بي فيزر دوت دي اس انتجريشن اوفر اس. وهاي بتقدر تكتبها انها تساوي ماينس جي اوميجا ميو اتش فيزر دوت دي اس انتجريشن اوفر اس. اوكي، طبعا هون على اساس انه ميو از هوموجينيوس، اذا ميو مش هوموجينيوس بتخليها جوا التكامل. وهاي معادلة ماكسويل الثالثة بتصير بهذا الشكل. طبعا يفضل انه نكتب العلاقة بين الاي فيزر والاتش فيزر عشان العلاقات كلها تكون فانكشن اوف، تشوف الالكتريك فيلد والماجنتيك فيلد بوث ان وان ايكويشن. بنفس الطريقة ممكن تعمل معادلة ماكسويل الثالثة اللي ظلت. فمعادلة ماكسويل الثالثة اللي هي Modified Ampere's Law H dot dl integration around closed path equal I in close اللي هي J dot ds integration over S زائد ال J d dot ds integration over S. وهي بتقدر تكتبها J plus J d dot ds integration over S، انك تجمعهم مع بعض كونه اثنين integrated over the same area. وبتقدر كمان تكتبها as J زائد محل ال J d، تحط معادلتها اللي هي partial d by partial t dot ds integration over S. طيب هلا نجي نطبق التحويل من تايم دومين الى فريكونسي دومين. فهاي المعادله راح تصير اتش، هسه هاي خلينا نحولها مباشره من غير التفصيل، يعني من غير ما نكتب ريال اتش فيزر اكسبوننشال جي اوميجا تي، هاي راح تصير اتش فيزر دوت دي ال انتجريشن اوفر ال. لاحظ مفروض كمان نكتب ريال، نكتب اكسبوننشال جي اوميجا تي ايكوال، هاي بدها تصير كمان جي فيزر، وفي عندنا ريال وفي عندنا اكسبوننشال جي اوميجا تي. هاي البارشال دي باي بارشال تي كمان مفروض نكتب ريال دي فيزر اكسبوننشال جي اوميجا تي. فدي فيزر هاي زائد دي فيزر راح تضلها دي فيزر، الاكسبوننشال جي اوميجا تي راح تشتقها بالنسبه للتايم، فراح تصير هنا جي اوميجا، وبعدين تشطب اكسبوننشال جي اوميجا تي من هون مع اكسبوننشال جي اوميجا تي من هون مع اكسبوننشال جي اوميجا تي هون، والريال مع الريال مع الريال، فبصير عندك المعادلة بالصورة النهائية كالتالي. فعود حالك كيف تحول مباشرة من تايم دومين إلى فريكونسي دومين. وهاي اللي قدامك هون هاي معادلة ماكسويلز إكويشن الثالثة إن فيزر فورم، وبرضو بتقدر تكتبها إنها H فيزر دوت دي ال انتجريشن أراوند كلوز باث إيكوال،
إذا حولنا الدي للإلكتريك فيلد وحولنا الجي للإلكتريك فيلد، هاي راح تصير سيجما إي. أوكي، إذا حطينا محل الجي فيذر سيجما في الإلكتريك فيلد فيذر، ومحل الدي إس حطينا محلها إبسلون في الإلكتريك فيلد فيذر، واخدنا الإي فيذر عامل مشترك فصارت سيجما زائد جي أوميجا إبسلون إي فيذر دوت دي إس انتجريشن أوفر إس. وهذا الفاكتور إذا كانت سيجما وإبسلون هوموجينيوس تقدر تطلعه كله برا التكامل. فهاي عندنا معادلات ماكسويل أربعة، وهاي اسمها معادلات ماكسويل إن فيزر فورم. تمام، هل هذا تقريبا شرح السكشن التايم هارمونيك فيل، الهدف منه الرئيسي طبعا كيف تحول معادلات ماكسويل إلى فيزر فورم عشان تقدر تستخدمها في الحل. عشان قدرنا نصل لهذا الهدف اضطرينا ناخذ شوية مراجعة للكومبلكس نمبر وهاو تو كونفيرت فروم تايم تو فريكونسي دومين، يعني ثلاث ارباع هذا السكشن ماثماتكس. عشان هيك اذا بتطلع على بروبلم هذا السكشن راح تلاقي نص البروبلمز ماثماتكس، حول من تايم دومين الى فريكونسي دومين او العكس. وبعض الاكزامبلز راح تكون عن الاي والاتش. نضل علينا نحل اكزامبل على هذا الموضوع. طبعا قبل ما نبلش نحل اكزامبل احنا اكيد نقدر نكتب معادلات ماكسويلز ان فيزر فورم بالديفرنشال فورم، احنا كتبناها هلا بالانتجرال فورم. فلو كتبنا هلا هون ماكسويلز ايكويشن ان فيزر فورم، اوكي، يوزنج ذا ديفرنشال analysis كالتالي. فالمعادلة الأولى كانت رو في equal divergence of d، هاي بتحول إلى رو في فيزر equal divergence للدي فيزر. المعادلة الثانية الكيرل للإي equal minus partial b by partial t، هاي راح تصير الكيرل للإي equal minus j omega B فيزر، هون نحط E فيزر، هاي تساوي minus J omega mu H فيزر. المعادلة الثالثة الكيرل لل H equal J plus JD اللي هي partial D by partial T، هاي بتحول إلى الكيرل لل H فيزر equal ال J اللي هي sigma E فيزر plus partial by partial T اللي هي J omega والD اللي هي epsilon في الـ E فيزر. اوكي، فبتصير بهذا الشكل. والمعادلة الأخيرة الـ divergence للـ B equal 0، راح تصير divergence of B فيزر equal to 0. هاي معادلة ماكسويلز in differential form بالـ frequency domain.